بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أفضل حال إن شاء الله. أنتم تشوفوا هذا الفيديو، جيتكم بنوفل فيديو اللي راح نبدأ فيها لو دوزيام كور إن شاء الله تاع كور بيولوجي أنيمال. لو كور هذا اللي راح نبدأ فيه لا فيكونداسيون بيان سور. كومون واش راكو تشوفو؟ يعني رجعت لا ميثود اللي بديت بيها، ندير بار لي بي دي اف، يعني ما نديرش لي ريزومي، ندير لكم ديريكت بار لي بي دي اف باش هكا ما نديش بزاف وقت باش نوجد لي ريزومي، ندير لكم نشرح لكم ديريكت بلي بي دي اف. دوك واش ديرو؟ شدو ورقه وستيلو وتبعوا معايا. نبداو على بركه الله. هذا هو البلان اللي راح نبداو بيه لوكو. عندنا راح نهضروا على لا ديفينيسيون دو لا فيكونداسيون، موداليتي دو لا فيكونداسيون، رونكونتر دي غامات لي فيه دو تيب دو فيكونداسيون، عندنا اكسترن اي انترن، عندنا لي زيتاب اي لي كونسيكونس دو لا فيكونداسيون، لي برينسيبال ايتاب دو لا فيكونداسيون او لي كونسيكونس دو لا فيكونداسيون. بيان سور هاد لو تيتر فيه دو تيتر سيكوندير. بعد راح نشوفوا لا كونكلوزيون تاع هاد لو كو. La définition. La fécondation est la fusion de deux cellules haploïdes. Maintenant, deux cellules à un chromosome. Le spermatozoïde, voilà le gamète mâle, et l'ovule, c'est le gamète femelle. Had les deux cellules, had huma, maintenant, had gamète mâle, spermatozoïde et gamète femelle, l'ovule, ils fusionnent. On va dire, il sera la fusion de le noyau de l'homme, maintenant, suivi de la fusion de leur noyau formant un œuf fécondé ou bien un zygote. Un œuf fécondé معناتها بيضة ملقحة. بعد ما يصرى لي لو فوزيون معناتها كيفاش نقول بالعربية، الالتحام الفوزيون، الالتحام تاع هاد الخليتين، ومن بعد هذيك الفوزيون تاع لور نوايو معناتها الالتحام تاع النواة تاعهم، معناتها النواة تاع الخلية تاع خلية تاع البويضة والنواة تاع النطاف كي qui fusionne, il y a un œuf fécondé, ou bien il y a un zygote, d'accord, caractérisé par le retour à la ploïde. Maintenant, cette la cellule y a tohali ou le cette le fli a tohali, rejette-t-elle la mise à la diploïde, maintenant rejette-t-elle une ou l'autre deux chromosomes. Grâce que le gamète femelle qui a un chromosome et gamète mâle qui a كان عنده ان كروموزوم، كي نجمعو يرجع لي دو زان كروموزوم. معناتها هاد لو فيكوندي اللي عطاوها لي هي عباره عن بيضه ملقحه ا ان ا دو زان كروموزوم. لي موداليتي دو لا فيكونداسيون سي لو دوزيام تيتر. عندنا دو تيب دو فيكونداسيون، فيكونداسيون اكسترن اي فيكونداسيون انتر. معناتها لا فيكونداسيون اكسترن نبداو بها. La fécondation externe a une libération des gamètes mâles et femelles à l'extérieur des voies génitales. Maintenant, fait la fécondation, les gamètes femelles et mâles ils connaissent l'adjihaz ténasolien. Le rencontre des gamètes, les gamètes, ils connaissent dans l'eau. لي كان اللي راح يديرون هاد لو تيب تاع لا فيكونداسيون هما لي زورسان اي لي زونفيبيان. باغ اكزومبل هنايا عطاو لكم لي ديسان، هاد لي زورسان اي لي زونفيبيان يعطونا لي غاميت اي لي غاميت باردون فيمال اي مال تاعهم في الماء، اي ابري يصرا لو رونكونتر تاعهم دون لو تاني، معناتها خارج الجهاز التناسلي تاع الانثى. اما باغ par rapport pardon la fécondation interne, عندنا dépôt des gamètes mâles à l'intérieur des voies génitales femelles précédé d'un accouplement entre les partenaires sexuels. Maintenant, هنا في هذا لو تيب تاع لا فيكونداسيون هادي يصرى que had les gamètes femelles ils tapent dans les pardon les gamètes mâles ils tapent dans les voies génitales femelles, d'accord, mais ils tapent dans les adjihaz ténasolie ou dawiya بعد un accouplement les الحاملين هاد
لهاد لي غاميت. عندنا لي كا اللي راح يديروا لنا هاد لو تيب تاع لا فيكونداسيون، عندنا لي ماميفير اي لي زوازو. وعندنا هاد لي ديسان كي فو مونتري، يعني معناتها يوريو لكم ويشرحوا لكم واش نقصدوا بهاد لي دو تيب دو لا فيكونداسيون. Troisième titre, on va parler à la rencontre des gamètes. Premièrement, Adna, donc à la rencontre, Rahit Slan, Rahim Kasma, la Zouja, le type de la fécondation. Maintenant, chez les animaux, il y a la fécondation externe. Maintenant, la rencontre, il y a dans l'eau. Ou qui fait ça, on va voir. Premièrement, عندنا اون اكسبيريونس تاع ليلي، هاد هاد البيولوجيست اسمو ليلي. اون 1912 واش دار؟ شد لامال وحط فيها دو غوت دو، غوت وحده فيها لي سبيرماتوزويد وغوت وحده فيها لي زوفي. واش راح دار؟ راح لصق هادوك لي دو غوت مع بعضهم. واش روماركا؟ روماركا كو هاد لي سبيرماتوزويد ينتقلوا فيغ لوتر غوت، معناتها يروحوا للدوزيام غوت على جال لي يعني فيغ لي زوفول. هنا واش عرفوا كو عندنا دي سوبستانس، ولا كيما نقولوا دي سوبستانس ليبيري. عندنا ما شغل كيميائيات تليبريهم لوفول، يعطوهم لي فيرتيليزين. هاد لي فيرتيليزين واش يديروا؟ معناتها تحت لاكسيون تاع هاد لي فيرتيليزين يتحركوا لي سبيرماتوزويد. باغ اكزومبل قلنا بلي عندنا هاد لي دو غوت، وحده فيهم لوفيل لي زوفيل باردون، وحده فيهم لي سبيرماتوزويد. كي غير ربطناهم هادوك لي زوفيل عندهم يليبريو هاد الماده اللي قلت لكم عليها، سي لي فيرتيليزين. هادوك لي سبيرماتوزويد لو فات انها تتلاقى مع هاد الفيرتيليزين تولي تبع، كي تبع تروح تلحق للوفيل. داكور؟ وهاد لي فيرتيليزين كي تليبريهم هاد لوفول تروح تجبد، معناتها تولي تروح تاتيري غير لي سبيرماتوزويد دو لا ميم اسبيس تاعها. فهمتوا؟ معناتها عندنا هاد لي فيرتيليزين، معناتها شاك اوفول عندها دي فيرتيليزين سبيسيفيك تاعها، داكور، سبيسيال تاعها. شاك اوفول تاتيري لي سبيرماتوزويد سبيسيفيك تاعها باش ما يكونش كاين اختلاط في الماء. داكور؟ هاد لي بروميير ايتاب يعيطوا لها لاتراكسيون، لاتراكسيون دي سبيرماتوزويد بار لي زوفول. معناتها لو رونكونتر دي غاميت بروميير ايتاب تاعو سي لا سي لاتراكسيون دي سبيرماتوزويد بار لي زوفول. كيفاش تصرا؟ راني شرحت لكم كيفاش. دوزيامو سي لاغلوتيناسيون، سمحوا لي لساني ويلصق. لاغلوتيناسيون، هذه لاغلوتيناسيون واش نقصدوا بها؟ لو ديبو تاع هذيك لي سبيرماتوزويد، معناتها تلمو يتلمو لي سبيرماتوزويد اوتور تاع لوفول، يعطيني شغل اون زون ولا اون ماس بلونشاتر. هايليك باردون، هنا تشوفوها هايليك، هاوليك لوفول داخل وفوقها هاد البيض. هاد البيض سي لا ماس تاع لي سبيرماتوزويد اللي راهم حولها. معناتها لاغلوتيناسيون دي سبيرماتوزويد اوتور دي زوفول هي لا دوزيام ايتاب تاع لو رونكونتر دي غاميت. وي شي لي انيمو لي عندهم لا فيكونداسيون، تيب تاع لا فيكونداسيون تاعهم اكستير. دوكا راح نهضروا على لو دوزيام تيب تاع لي تاع على لا دوزيام تيب باردون تاع لي تاع لا فيكونداسيون. هنا عندنا لا فيكونداسيون انتير، معناتها لي سبيرماتوزويد يتحطوا دون لي فاجينيتال فمال باش يصرى لا فيكونداسيون ابري ان اكوبليوم. صح، عندنا بروميييرمون لو تراجي تاع لي سبيرماتوزويد. لو تراجي تاع سبيرماتوزويد، لي سبيرماتوزويد يتحطوا في دون لو فاجان، ابري من لو فاجان يروحوا لوتيروس، معناتها من المهبل يروحوا فيغ الرحم، لوتيروس هو الرحم، من الرحم فيغ ترومب ديفالوب جوسكا لا فان تاع ترومب ديفالوب. دو فاصون هي ماشي لا فان، دوك على حساب كيفاش تبداو. اذا بديتو منا سي لا فان، اذا بديتو منا راه البدايه. هنايا لو برومي تيير سوبيريور دو لوفيدكت هو لو سيت تاع لا فيكونداسيون شي لي ماميفير. هنا لو برومي تيير سوبيريور تاع لا
الترومب ديفالوب تما تصرى لا فيكونداسيون تاع لي ماميفير. مور ما يتصرى لا فيكونداسيون تما تعطيني انا فيكوندي. كي تعطيني انا فيكوندي تعاود ترجع هذيك اللف هنا تبدا تطلع وهنا يبدا يصرى لها لا سيغمونطاسيون. هنا تبدا تمشي وتعشش لي دون لوتيروس بعدا في الرحم. هذه هي لو رونكونتر دي غامت كيفاش تصرى دون شي لي ماميفير مي عندنا ان بروبليم. هنا قلنا باللي لي سبيرماتوزويد كنا نهضروا وقرينا غامت في مال قلنا باللي لي سبيرماتوزويد باردون سون دي كاباسيتي داكور معناتهم انكابابل دو لا فيكونداسيون باش ما يقدروش يديروا لا فيكونداسيون. لا كاباسيتاسيون معناتها وقتاش صرا لا كاباسيتاسيون. اصبر نقرا لكم هذا الغابيل ومن بعد سهل. عندنا لي سبرماتوزويد سورتون دي فوا جينيتال مال سون دي كاباسيتي معناتها كي يخرجوا من الفوا جينيتال مال يخرجوا دي كابابل معناتها مي يقدر انكابابل دو فيكوندي لا غاميت فيميل ما يقدرش يديروا لا فيكونداسيون وما يقدرش يفيكوندي لا غاميت فيميل. Ils sont capacités, ils sont capables, rendus, fécondants dans le tractus génital femelle. Magnéta, quand ils sont capables de la fécondation, et non, le tractus, c'est le tractus. Le vagin et l'utérus, c'est le tractus. Et non, ils sont les spermatozoïdes capables. ويرجعوا وتتنحى لهم هذيك لا ديكاباسيتاسيون يرجعوا كاباسيتي باش يديروا لا فيكونداسيون. او مومون دو لا فيكونداسيون لو غاميت مال سوبي لو فينومين دو لا كاباسيتاسيون ديفينيسيون جينيرال. يعطونا ديفينيسيون جينيرال تاع هاد لا ديكاباسيتاسيون لا كاباسيتاسيون سي لاكتيفاسيون دي زونزيم دو لاكروزوم او بيان يقولوا او بيان واش يقولوا نقولوا بلي لاكروزوم دوفيان اكتيف. معناتها هذيك الانزيمات اللي كانوا في لاكروزوم وراه شوفوهم اذا تشوفوا لاكروزوم راهو في لاتيت تاع لي سبيرماتوزويد. برافو. هذيك لاكروزوم اللي يكون اللي راهو تما واش قلنا فيه دي زونزيم. هذوك لي زونزيم يرجعوا كابابل ويرجعوا اكتيف باردون ماشي كابابل اكتيف يتاكتيفاو تما يولي لو سبيرماتوزويد كابابل دو فير لا فيكونداسيون. لا فيكونداسيون اللي تاعها وين يكون على حسب لي لي زيسباس في لي زورسان اي لي زانفيبيان. عندنا دون لا غونغ جيلاتينوس لو فات انه يلحق لو سبيرماتوزويد في لونفلوب تاع لا غونغ جيلاتينوس معناتها في الطبقه تاع لا غونغ جيلاتينوس تما لو سبيرماتوزويد يرجع كابابل دو فير لا فيكونداسيون. اما بارابور لي ماميفير معناتها شي لا فام دون le wini وقتاش يولي هذا السبرماتوزويد capable de faire هذا fécondation في الكومولوس اوفيروس معناتها كي يلحق لو فات انه يلحق الكومولوس اوفيروس معناتها شي في لي سيلول فوليكولير اللي يكونوا حول لوفي لو فات انه يلحق تما سي بو لو سبرماتوزويد اي capable de faire ou bien de معناتها يقدر يحقق لا fécondation. وبهذا الشيء نكون لحقنا لفان ديال الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الخوشان ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله.